بعد عرض فيلم محمد سعد الجديد تتح بستة أيام فقط، تم تسريب الفيلم على موقع اليوتيوب بأكثر من نسخة، كما تم تداوله بسرعة هائلة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. الفيلم من إخراج سامح عبد العزيز، وبتدور أحداثه حول شاب فقير يعمل بائع جرائد، وتنقلب حياته فجأة رأسا على عقب بعد أن يلتقي بإحدى الفتيات. خلينا تقنعها غدا الأرقام.